بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اهد قلبي، سدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، pengerusi majlis yang berusaha, pengerusi surau serta jawatan kuasa.